السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم برنامج عنوان بلا عنوان يستضيف شخصية قوية جدا هي أيقونة الثورة السودانية الحقيقية، رفقة عبد الرحمن. هذا الاسم كبير جدا، رفقة عبد الرحمن، مواليد دولة السودان، الميلاد نجاح الثورة السودانية، سيرة الذاتية، امرأة قوية جدا سودانية لها كاريزما وشجاعة قوية لا توجد في امرأة في العالم. المهنة مناضلة قوية جدا أثبتت وجودها وأبت نفسها إلا وأن تكون إحدى النساء القويات اللواتي يثبتن مواقفهن في السودان باسترجاع البنبان وعدم خوفهن من الأمنجية القجر. رفقة عبد الرحمن، نشوف الفيديو ونرجع تاني. يعني لا تعليق ولا يعني كلمات تغال في الشيء الذي قدمته رفقة للشعب السوداني ولنفسها ولشهداء السودان. هذه المرأة قوية، شجاعة، متينة، ثابتة، لها كاريزما سودانية 100%. أنا يعني بعد الحاجة دي بتمنى ليس المتسلغين بل أيقونة الثورة الحقيقية. أنا من هنا بقول رفقة بتمثلني أنا كمواطن سوداني ويعني بتمثل كل أسرتي، وبتمنى من الشعب السوداني إنه يديها حقها بالكامل ما ينقصها في شيء. مفروض رفقة نعمل لها تمثال في العاصمة ويكون يعني بتدرس عليه كل امرأة سودانية بالشجاعة وبالكاريزما بتاعت هذه المرأة السودانية. وأنا أعتز بإنه نحن عندنا مرأة سودانية كهذه الأنثى القوية جدا. الشمس الشديدة واقفة وقفة عنيدة، أرسم عالمك يا إنسان، أصلك طيب، ماك جبان، فيك عزيمة تهز فرسان، أسمر لونك، ده السودان. انتظرونا في حلقة قادمة في برنامج عنوان بلا عنوان، وهذه كانت حلقة اليوم، وإن شاء الله انتظروا كل ما جد وجد في هذا البرنامج. السلام عليكم.